بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم السبت الموافق 4/9/2021 من متجر البساتين تم تحميل 12 طن لحوم من لحوم صكوك الأضاحي لتسليمها إلى مدير المديريات بالمحافظة. الأقصر 4 طن، أسوان 4 طن، وكل عام وأنتم بخير. أنا السائق السيد إبراهيم المجزر البساتين، يوم السبت موافق 4/9 رايح ب4 طن لمحافظة الأقصر.